فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا حاملا فإنه يلزم الرجل النفقة، يقول: هل النفقة مستمرة إلى أن تلد وترضعه؟ نعم، النفقة الولد على والده، المرضعة أجرتها على والد المرتضع، فأتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.